الأب الروحي حد غير باباك. حد غير بابا. القدوة ممكن ما يبقاش معاك، يعني ممكن ما يبقاش هو بيساندك، لكن أنت بتاخده قدوة لأنك عايز توصل للمكان اللي هو فيها. دي أغنية. تقول والله الدنيا دي فيها كام بلياتشو، زمان لطشو أفحرق وبجاز الزمان وعد وأمسى الدهاتشو. حاجة فيها يعني كام واحد هيعيش، حاجة يبقى السؤال في الأغنية مين عاش ومين مات ومين تبع مين ومين راح فين ومين جه. أغنية صعب تلاقي أغنية أب الروح ملوش أغاني ده. عادي ازيك. بص ممكن حاجة لعلي الحجار، كل تقول يا دوا يا طير ايه. طب قولي كده الكوبليه التاني. يا ليل يا ليل تطول مش عارف ايه. الاب الروحي ده عايز مش قلب، عايز البوم يعني كل 60 حلقه. والله بجد كل 60 حلقه نعمل 60 اغنيه. يا خبر اسود ومنيل. طب ده حد عارف السؤال ده؟ حرام عليك، ممكن يكون 180 ممثل. دي حقيقه على قد على قد ممثلين اللي جم على قد ممثلين راح. لا ده انا بدعي ربنا كل يوم اني ما اموتش. لا يعني في ايد هاني فرحاني يعني، كان انا لو متفرج عادي هبقى مش طايق زينب مثلا، فريده سيف النصر، بس زينب بالكاركتر. انا بموت في دي عمته، دي حبيبتي، هي عارفه طبعا. بنقعد على الكرسي كده وبتكلم كده بالراحه جدا، يبقى محمود تولي. ايد لوحدها ما تسقفش، تقول بجناح مكسور ما يطيرش، جمد قلبك قول ما تخافش، تقدر على العالم بما فيه. بعرف اعمل مكرونه، رز، اقلي بيض، حاجات حلوه. انا من دمياط. يعني كل الحلو عندي، عندنا كنافه بالمانجا وكنافه بالنوتيلا وكنافه بالقشطه، بموت فيها كنافه بالقشطه، كله كنافه. اشهر حاجه مشبك بس احنا زهقانين منه. كنت بجيب حاجات حلوه واقعد اتفرج عليها لغايه ما افطر، فاهم حاجه؟ لسه بعملها لغايه دلوقتي. بجيب مثلا شوكولاته واقول دي بقى ده جايزتي بقى بعد الفطار، واقعد اتفرج عليها، ممكن اجيب عصير واقعد اتفرج عليه. والله العظيم كنت عبيط قوي. شوكولاته سيرسي واكل الجو كده. عصبي جدا. حساس قوي يعني لدرجه ممكن ما اكونش حاجه تزعل فانا ازعل منها، مش لاقي حاجات وحشه، حد يقول لي حاجه وحشه. بنسى زهايمر، زهايمر جدا، وبنسى الاسماء يعني، ممكن اقابل حد واقعد اتسلم عليه وابقى عارف ان احنا اتقابلنا، وابقى عارف انه قوه العلاقه عامله ازاي، وانا مش لا انا فعلا بحب اصحابي جدا. يعني بحب اساعد كل اللي حواليا، لو اقدر انا اعمل اي حاجه عشان اي حد حواليا، مش هقول لك حاجه على نفسي بس بحب اعمل ده، ببقى فرحان قوي يعني. حنين. حنين. انا حنين قوي. محاميحه.